السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ماما هنية ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غدا نحضر معكم واحد الكيك اللي تيجي لذيذ بزاف وتيجي طالع وتيجي خفيف. وبالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيه ان شاء الله، عندي هنايا واحد جوج ديال الخمارات، وعندي واحد الفلون بنكهة الكراميل، وعندي واحد القشرة ديال البرتقالة محكوكة، وعندي الملح باش نصحو بها الذوق، واحد القبيصه ديال الملح، وعندي واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو، وعندي الخل، وعندي واحد ربعه ديال البيضات. انا عندي هنايا البيض متوسط، الا كان عندكم البيض كبير ديروا ثلاثه ديال البيضات. وعندي واحد الكاس الا ربع ديال الزيت، وعندي كاس ديال الحليب، وعندي كاس ديال السكر سنيده ولا سكر حبيبات، وعندي الدقيق. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط، المهم انا غادي نشوف شحال غادي يهز ليا ونقول لكم. بالنسبه للعبار ربي الكاس ديال العنبه. ندوزو على بركة الله الطريقة ديال التحضير. ومن بعد ما دهنت اللاطة اللي غادي ندير فيها ان شاء الله الكيك ودخلتها للثلاجة، دابا غادا ناخد الكاس ديال الخلاط اللي غادا ندير فيه البيض، وغادا ندير القبيصة ديال الملح، وغادا ندير الكاس ديال السكر سنيدة ولا سكر حبيبات، وغادا نطحن هاد المكونات مزيان ونرجع معاكم باش نكمل. من بعد ما طحنت البيض وسكر سنيده وهذيك القبيصه ديال الملح، دابا غادي نزيد الزيت، ولكن ما غاديش نزيدو في دقه واحده، غادا نبقى نزيد غير بشويه بشويه ونطحن. ودابا غادي نزيد هذاك الكاس ديال الحليب، ودابا غادي نزيد هذوك جوج معالق ديال الكاكاو. انا ما مغربلهاش، غادي نغربلو دابا. وغادي نزيد الفلون ديال الكراميل، ودابا غادي نزيد هذيك القشره ديال البرتقال، ودابا غادي نزيد الدقيق ولا الفورص. المهم غادي ندير دابا كاس وغادي نخلط ونشوف شحال غادي يخصني. غادي نزيد دابا الكاس الثاني، كيف ما شفتوا معايا خضات ليا ثلاثة ديال الكيسان ديال الفورص. ودابا غادي نزيد هذوك جوج خمارات، تيبقى على حساب الحجم ديال البيض اللي استعملته. انا درت ربعة ديال البيضات، هزت ليا ثلاثة ديال الكيسان.
ودابا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل، ودابا غادي ندخلها للفران. الفران راني مشعليه من قبل وغادي نقص عليها البوطه ونخليها حتى تطيب. المهم راه كل واحد وعلى حساب الفران اللي عنده، كل واحد المهم غادي ندير ليها واحد 40 دقيقه عاد باش غادي نحل عليها الفران، وملي طيب نرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما طابت ليا كيكه غادي نخليها دابا تبرد، وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نصوب معكم واحد الكريمه باش غادي نزينوها ان شاء الله. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله الحليب، عندي هنايا واحد جوج كيسان ديال الحليب، وعندي الفلون بنكهه الموز ولا البنان، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال النشا، وعندي جوج معالق كبار عامرين ديال السكر سنيده. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم، وغادي نحطهم فوق البوطه ونخليهم حتى يعقد تعقد ليا هاد الكريمه، ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما طابت ليا الكريمه كما شفتوا معايا راني خليتها حتى عقادت، دابا غادي نخليها تبرد وغادي ندوز ان شاء الله باش نقطع الكيك. ومن بعد ما بردات ليا كيكه دابا غادي نزينها بالعسل وبكاوكاو اللي مهرمش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم، زينت انا بهذا الشكل. بالنسبه للتزيين راه تيبقى اختياري كل واحد والرغبه ديالو. نقطع معكم طريف باش تشوفوها كيفاش جات. كيف ما تشوفوا معايا تيجي واحد الكيك اللي رائع،
وبالنسبه للفلون ديال الكراميل والفلون ديال الموز ولا البنان تيعطي واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ولا عجبتكم خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. والى اللقاء، مع السلامه، حتى فيديو جديد ان شاء الله.